أغلبنا في هذا الوضع في هذه الظروف يعتقد بأنه مو لازم يسوي أفضل ما عنده أو مو لازم يبحث عن النجاح لأن الأوضاع ما تسمح له. واليوم أنا أحب أقول لك أن إذا أنت كنت بتكون إنسان ناجح بحياتك في أي شيء في حياتك لابد أن أنت ما تستسلم مهما كانت الظروف، ولابد أن أنت تطلع أفضل ما عندك تحت أي ظرف. خلنا نشارككم في هذه القصة. كان في إنسان يبحث عن النجاح، يبي يصير غني، يبي يصير عنده فلوس، فسأل كل الناس في القرية وين أفضل مكان، شنو لازم أسوي، منو أحسن إنسان يدلني على هالموضوع. واحد من الناس قال له لابد أنك تروح تقابل هذا الحكيم الجورو، هذا الشخص اللي راح يساعدك في البحث عن النجاح أو الحلم اللي أنت تبي توصل له. قال له أوكي دلني عليه. هذا الشخص راح لقى هذا الحكيم الجورو وقال له، قالوا لي أن أنت الشخص الأنسب اللي يساعدني أني أصير غني، أني أصير إنسان ناجح بحياتي، فقول لي دلني شنو لازم أسوي. الحكيم قال له تعال لي باتر الصبح عند الشاطئ الساعة 4 الفجر. هذا على طول من غير تردد قال يلا، وهو كذلك باتر أنا عندك. ثاني يوم الشاب هذا كان موجود بالشاطئ وناطر الحكيم يدور يمين يسار، شافه من بعيد قاعد يجي. وصل الحكيم قال له زين سويت، جيت بالوقت المناسب. قال له اوكي حاضر، انا شنو تعمل فيه؟ اي شيء عشان اصل النجاح، ابي اشوف فلوس، ابي اصير انسان غني. قال له تمام اوكي، دش معي الحين الماي، دش معي الشاطئ البحر. قال له اوكي دشه، وقال ابي الماي يوصل ليركبك. وصل الماي ليركبه، شاف نفسه الشخص هذا تبهذلت هدومه، طال الحكيم قال له اوكي ممتاز كمل الحين امش، ابي الماء يوصل عند حوضك. وفعلا الماء يوصل عند حوضه، طال الحكيم مستوعب قال له تمام كمل شوي لما الماء يوصل عند السره. هني قال هذا شنو موضوعه، مو مستوعب الوضع. قال له اوكي الحين ابيك تنزل بالماء لما يوصل الماء هني. فعلا وهو قاعد ينزل يا الحكيم حط ايده فوق راسه بوف نزله بالماي. ما استوعب هذا الشاب تحت الماي قاعد مو مستوعب، مو عارف شنو اللي راح يصير، شنو البروسس. قاعد 10 ثواني 20 ثانية قال يلا تحمل، وهو كاتب النفس اكيد داخل الماي. وصار 30 ثانية بلش مو قادر خلاص، الحكيم قاعد يضغط عليه زيادة، قال لا هذا بيذبحني. المهم خلص 40 ثانية قام يعافر بالماي، وهذا الحكيم ضغط عليه زيادة وهذا مو قادر الحين يتنفس، يبي يطشر الماي يطشر يبي يقوم. الحكيم كثر ما يقدر حاول يضغط عليه لما هد ايده بوم طلع من الماي، خذ نفس عميق اقوى نفس بحياته يمكن. الحكيم شافه وهذا مو مستوعب في الوضع، معصب بتنرفز، قال له انا جايك ابي اصير غني، ابي اصير مليونير، ابي اشوف فلوس، انت جاي تذبحني، شنو تقعد تسوي؟ قال له طول بالك حكي، الحين انت يوم كنت تحت الماي شنو كان اهم شيء بالنسبه لك؟ قال له الهواء، ابي نفس، ابي اتنفس. قال له والنجاح هو كذلك، بالنسبه لك النجاح لازم يكون مثل نفسك. في القصة شباب لابد انك انت تطلع افضل ما عندك. لما احنا نتكلم عن التغذية، عن الرياضة، عن النوم، هذه العوامل اللي تساعدك لازم تعطيها افضل ما عندك مهما كانت الظروف. عط افضل ما عندك اذا فعلا تبي تكون انسان ناجح.